رفع اليد في الصلاة عند القيام من السجود هل يكون في كل الركعات؟ عندنا حديث مسلم أن ذلك إنما يكون في ركعة الثالثة بعد القيام من جلسة التحيات. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه كان إذا قام من السجود رفع يديه، وورد في ذلك أثر صححه الشيخ الألباني، والله تعالى أعلى وأعلم.